حبيبة ماما، قومي يا جميل، قومي يا لزلوزة يا روح ماما. حماد ايه حماد؟ اخسى عليك يا ماما، اخسى عليك يا ماما، خضتيني. قوم يا دنايا قوم. مش قادر مش قادر يا ماما. الله الريحة الحلوة دي. يا صباح الفراخ المشوية المتبلة، حطيها هنا ماما، حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي ماما ارفعها لي شوية، ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. الله مش قادر بس عايز انام. لا يا حمادة قوم يا حبيبي، في الحركة بركة، قوم يا حبيبي بطل نوم بقى. يا ماما النهارده يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم، ادعيلي ادعيلي يا ماما. بدعيلك من كل قلبي، ربنا يفتحها في وشك يا حمادة. ده ماما سيبيني انام شوية، تعبان كسلان والله. يا حبيبي قوم قوم. يلا حبيب ماما وقت التشطيب جه. حمادة يا ماما انا نضيف وزي الفل، ولازم الواحد يتشطف، والله ما قادر. حمادة حبيبي لازم تغسل وشك. الله حاضر حاضر، بس مش قادر، استنى عليا. انا هغسل لك وشك. ربنا يخليكي، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. تقوم عظيمة عظيمة يا ماما. يلا هب 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 هب، غمض عينيك عشان الصابون يحرق. حاضر حب. المية ساعة يح يا ماما يح. معلش يقطعني يا روح ماما. والله يح. نشفي شكر يا ماما، شكر يا شكر. نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين، اللي في خدي اليمين بس. ماما هتخنقيني، شيل الفوطه. يلا نف نف نف. هوبا هوبا، شيل الفوطه. هتخنقيني يا حي يا ماما، والله عينيا حرقتني. يلا سنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. ماما سيبيني بقى، انا تعبانه عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجات مذهله. ايه يا ماما المفاجاه؟ والنبي قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر. حماده على طول. حماده على طول. ايه المفاجاه؟ مع قوي تبقى مفاجاه لو قلت لك. ايه المفاجاه يا حماده؟ عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري. امي حبيبي، ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده طيب. وهو طيب. كل سنه وحماده طيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه، يعني سيبيني بس 17 ساعه انام، لاني هلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي، ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده. ده. ماما ربنا نعم. يخليكي لي، انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ادي ايدي كابوسة يا ماما. خد يا حبيبي. زقي يا زقي ايدي زقي. متشكر. العفو. رجعي ايدي، رجعي ايدي يا ماما، رجعي. متشكر. العفو يا متشكر. حماده. متشكر. حماده. ماما. حماده. ماما. حماده. ماما. حماده. حطي ايدي على بقي عايز اتاوب. رجعيها. متشكر قوي. العفو يا حمودي. حماده يا ماما. قوم بقى يا حماده، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه لسه هقوم واغير البيجامه والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا هقلعك هدومك يا حماده. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما، ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده، لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما. ربنا يخليكي يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حماده هات ايدي كابوسه تاني. خد يا حبيبي. زقي ايدي زقي. رجعي ايدي. فضل. رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما وزقيني. مش قادر. يلا مش قادر انزل. هوبا يلا يا ماما. هوبا يلا ماما. تعالي قوميني. يا رب. استنى انا جايه لك جايه لك. الخشب جامد قوي وجع لي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي، ادعي لي ادعي لي يا ماما. ها قومي يا دنيا. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دنيا. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه، تعبان مش قادر. لا 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 مش قادر. حماده مش حماده، ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدي كابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك زقي. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي، رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما، متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى، توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما. قوم يا حماده اصحى. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش بحب تعمل لانشون في بقي وانا نايم. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. ولا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى اللي يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا انا
طب شي امسك عشان تزقيني، مش قادر، خليهم معايا، زقيني بيهم. زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات، هاتي سندوتشات يا ماما، هاتي سندوتشات. حاضر يا حمام. ربنا يخليك لي يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حمام. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حمام. طب هتبصي حصلي لي بيهم على باب الشقة. طب. أنا مش قادر، أنا هسحب. طب. أنا هسحب زي حمادة، زي الفدائيين. أنا هسحب. أنا حمادة. مش قادر. تعبان يا ماما، سقيني زقي كعب رجلي. يا رب إني ببابك حياة رحمة تيتا يا رب، ورحمة جده يا رب، أقف جنبي يا رب. أنا ما بعملش حاجة غلط خالص، أنا كسلان شوية بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب أهم حاجة النهاردة ودلوقتي يا رب أكسب ضربة الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم والله العظيم أنت فقري وقاعد بتنق عليا، أول مرة في حياتي أضيع ضربة جزاء. طب يلا كمل لعب. ماشي بس أنا كسلان أوي مش قادر أدوس على الزرار. مالك؟ أنا مش مظبوط، أنا مش عارفين بصراحة ولا تتضايقوا؟ إيه؟ أنا جعان والله جعان. ايه ده؟ والله جعان. حمادة تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر، انا فطرت بتاع 3-4 مرات بس بصراحة ماما النهاردة ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا كلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام، اطلب لنا 10 تجواز حمام قشطة؟ وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده خليه يجيب لنا 6 تجواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ، ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا زوده. اقول لك بقى على حاجه، خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر، عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشويه بقلاوه. قشطه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا عروسه. عروسه وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه، انت هتضايقني ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا ما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه مشغول يا بابا. في ايه البقر اللي انا مخلفها اليوم؟ بابا عايز ايه؟ زفت مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك، مش عايز دوشه في البيت يا بابا. ما يصحش كده، بكلمك ترد عليا. مش فاضي مش فاضي ارد عليك. غور انت روح يا حاج هات لي كوبايه ميه، والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله. حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ، اعملي سندوتش جبنه حطي لي زيتون. ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانيه واحده هفضلك هفضلك. لا مش هينفع كده. ايه ده انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار ابيض بيمسكني من معصمي. انت اتكلمك يرد عليا. مش هرد عليك يا حسام يا ابني. سيبه الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب الله يكون في عونه. جون 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 جون. حسيت. طب قسما بالله كلمة تانية واكسر المحل ده على اللي فيه. لا انا اللي اقوم اهديك بالجزمة انت والناس اللي جايبها معاك وهزقكوا. امشي عشان انا خسرت. اوعى بقى اوعى بقى، ابعد عني دلوقتي. يا بابا قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد. انت عامل لي فيها سبع رجاله وخلي صوتك. ايه ده؟ ده ابوك ده هايف وعيل. ايه ده؟ انت فاهم اللي حبيعك ده؟ مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظه. هو اكون فاكر ان انا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف ودافع. والله لا يبقى اخرج دلوقتي. لا ثانيه يا ماما، كان هو هايف انت الادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا ايوه. هو عارف تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا بتعرف. كذاب شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه ولا عيال صغيره يا استاذ. انا عيل بس انت اعيل وامشي عشان ما هزقكش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز. معلش مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. تعالى لي تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا انا هكمل الماتش. انا بحترمك يا حسام. يلا امشي من هنا. معلش يا عم. انت راجل عيل. طب اتفضل معايا تعالى تاني. امشي من هنا. يا الهي مبسوط. خلاص يا بابا خلاص. معلش يا عم. استنى انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت. تعالى امشي من هنا. مبسوط. امشي من هنا. امشي من هنا. معلش يا عم. تعالى 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 تعالى. انت العروسه؟ تعالى يا حبيبتي تعالى تعالي. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفع فيكي. انت بتعملي ايه هنا؟ قومي يلا معايا. قومي بره. هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت. امشي اطلع بره بيتي. يا حسام. يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع، انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني، ما ينفعش كده. هي اللي جت لزقتي. هي اللي لزقتي. ايه اللي في ايديكي ده؟
انتي كمان بتشبطي. خد يا بابا، بنت نزله على بابا وتبصي. قعدت من غير ما حد يعزمها. العب بصي دي بقى، استنياني رجعت لك وانا فايق. اسمع، لا 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 لا، بصي دي، بصي دي حلو الكوبري ده يا معلم. يا ابن اللذينة، انا جعان، فين الاكل؟ شوف لي فاكهه. طيب شوف لي فاكهه. ايه ده ايه ده ايه الكابه دي؟ بيت كئيب ليه كده؟ قص عليك يا ماما. بصراحه ماما مزعلاني قوي، ماما ما بتعملش معايا اي حاجه تبهجني في حياتي بصراحه. مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفايه ان انا فتحت اكره الباب لوحدي، هدوس كمان على كبس النور؟ والله ما انا دايس. وايه الزروات اللي على، شوف الترابيزه مليانه ايه؟ تورته وجاتو. طبعا ماما هي واصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. انا بصراحه بكره اصحاب ماما جدا، سواء رجاله ولا ستات، كلهم استغلاليين. طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها، من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه، هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس، نرجس كلكم ونرجس كوم. ايه ده القرف ده يا سادة؟ انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني، لا الطباخ ولا السواق، كلهم ناس رخمه وبكرههم، محدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم والله، بكره اصحابي، بكره الناس كلها، محدش بيعمل لي اي حاجه خالص. دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه؟ وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه؟ انا قلت كده، هوريه. انا قلت كده، انا قلت كده. في ايه يا جماعه؟ مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضو ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حاجه على حضرتك يا حضرتك. انت قلت على اي حاجه؟ ايه له ليه؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقه مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله، وانت كمان، ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعه؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه. ايه فين ماما؟ ماما ماما، ربنا يخليك على المفاجاه. يخليني ايه يا حماده؟ كده بتهزع الضيوف وتهزع صحابك، انت ايه؟ ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما، انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. ربنا مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ ما عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف، مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك، سلامتك. سلامة، تشاهدي يا ماما، تشاهدي. مع السلامة. الله، ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حمادة، هابي بيرثدي تو. اوف اوف، مش قادر انفخ، بس الحمد لله البوطة حلوة. بس عشان شوية بقى ننسى. عايز حاجة يا ماما؟ طب شكلها نيمت أو ماتت. صباح على خير. ماما ماما، فين البطاطس المحمرة بتاعتك يا ماما؟ فين المقلبية؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. إيه ده؟ أنا جعان قوي. سوري يا ماما، أنا جعان قوي. أنا مكسل لي كده. ماما شوفيني يا ماما، شوفيني يا ماما وأنا نشيط. شوفيني وانا نشيط يا ماما، افرحي بيا، بقيت نشيط، بقيت. سوري يا ماما، اريح شويه، اريح شويه. اوه ماما ماما ماما، انا جعان يا ماما، جعان ماما. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه ده؟ بعتي لي اكل يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي، انا حاسس ان انت معايا وحواليا. سوري يا ماما، هضرب سندوتش وبعد كده اغازل فيك شويه واحبك شويه. الأكل طعم وحش من غيرك يا ماما، يمكن عشان ما فيهوش زيتون، ما فيهوش زيتون. ماما أعمل إيه؟ أنا خلاص تعبت، بقالي ساعة بقول يا ماما. الله، كوارع يا ماما، كوارع كوارع يا ماما، كوارع كوارع. ياه سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها، كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. هعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب ما نام. صباح الخير يا حبي، يا امي، يا احلى ام. نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك، مش قادر. ولا اجيبها؟ اجيبها، معلش. كفايه يا ماما، كفايه، القلب تقيل قوي. ماما تصبح على خير.
سلامتك يا سيد الرجاله، سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي في ايه يا بدريه؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنتي. اسكتي بنت، ايه قراده؟ هتقوم وتقف زي الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك، الجواز من العينه القليله ديت يودي في 60 داهيه. ده انت اتجوزت باروكه، جبتها لنا من انهي مصيبه دي؟ انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتاثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الا ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هنقولها لك يا زهريده، مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ نفرض سمع النشره كده ولا كده؟ عايزين نسمعه اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. اخ التلفزيون ما فيهوش حاجه يا ابني. برضاي عليك يا مختار، هات لي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي. لازم يسمع اخبار مبهجه تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقول لك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك بيدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار، مختار. مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطسي يا ابني، اعطسي. انا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده يابا. يا اسمعني، سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة وهشرفك، وأنا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العمومية بتاعت القاهرة. ما تقلقش يابا، اطمن أنت بس. أبا، أبا، المعلم مات. ألف رحمة ونور عليك يا معلمي، ألف رحمة ونور عليك يا أبا، ألف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة، يا سيد الرجالة. تعالي هنا اصبع الروج، انتي انتي اللي موتيه، انتي والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلميتوا على بعض، وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده. اهو مات، اعمل فيك ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خايف تيجي في وشك، لان احجامك غريب. ما انتي ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده، انتي الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه بالنسبه لي. خدي بقى، خدي. انتي اللي قتلت ابويا، انتي اللي موتت ابويا، انتي اللي موتت ابويا. ألف رحمة ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هضطر افتش سرك لإخواتي يابا، فاكرينك أب شريف يتشرفوا بيك، وأنت في الأصل معرفتك تعر وتشبه. ألف رحمة ونور عليك يا معلم. شكرا يا معلم، الله يكرمك، شكر الله وسعك يا معلم. وقال لله يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسه. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك، انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار. انا ودني ناحيتك اهو. البضاعه اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟ اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفه. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطه وكل الفلوس في العمليه الاخيره. انا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب ده شغل رجاله.
تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيين، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه. ما هو كان اخر ايامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي اللي هي مختار بيه؟ نعم بالله يا اخويا، مجلكش في حاجه وحشه، جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البخالي الله يا ابني. سعادة الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السؤال رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك، وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها، شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه، جابوها وشرفك بالمايوه على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا يا سعاده الباشا. البقاء لله ونعم بالله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صفاء. ايه المناظر دي؟ ايه ده عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا ادمن انت. ده مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط يا فرح على بيت عز؟ انت مبلش ما جاي تقرفنا. يلا ادمن هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعي كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت تفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28000 جنيه؟ انت بتتطرق عليها وبتتمسخر عليها يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا انت. تعال يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم، شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فندم. بكرم ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايزه رجاله مش عايزه ناس تنهار. نمته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال، ليلته خفيفه بس ساب اعباء تقيله قوي. شفت النعش كان طاير، كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجه اصلكم، وما تعرفوا كل حاجه اما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم، ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقى شيشو قوي، هتبقى شيشو ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنستلة. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف. لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي، أنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. اللي يقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكوا كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي قفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله وحدوه. حط دي يا أمي هنا. عين يا دنار. يا ديني. لا لا لا، عشان نبقى من الأول على الأبيض، أنا جمعتكم النهارده عشان أقول لكم على موضوع ما كنتش عايز أقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه، ما كانش حارمني من حاجة. جاب لي شبشب في ليلة العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من أعز أصدقائي.
كان مهنيني ما حرمنيش من حاجة. خدت الحباية خلاص يا حاج خلاص حاجة. بقى لله بقى لله. السر اللي أنا عايز أقوله لكم لازم أسألكوا سؤال قبليه. أبونا الله يرحمه كان شغال إيه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي أنتوا شاربينه من الأول. أبوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. يا كلب يا كلب بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي وانت يا بنت وانت ابوكي كان كيوافير ايه التصليح اللي انت فيه ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما يا نهار اسمك ماما اتجننت. معلش روحي الحقيقه يلا بقى. بنتي دي بكرهها من صغرها. ما علينا. الكلام ده بجد يا مختار؟ ماما كيف هيك سويت له للاسف اه. يا فضحتك يا اشرف. يا نصيبتك السودا يا اشرف. اقول ايه لزمايلي في الداخليه؟ انا اللي بطبق القانون. ابويا يبقى تاجر سلوفان. الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعداله الاخلاقيات هو نفسه ابن تاجر سلوفان. بقول لك ايه يا حبيبي انت وهو كفان واحول ولا عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون. يعني ممكن نترد منه في اي لحظه. ايه ده والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سوليفان، بس انا مقست كل حاجه. انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبه بابا نجيب اللي في اول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي، عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت كدبت؟ معنى كلامك ده انك عايزني نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني، وغصب عنك، يا اما مش هتطول ولا مليم. فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده؟ عشان اقعد اقعد يا عبيط انت بلا اهدى بلا زفت. من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي؟ وبالمره بقى عندي مفاجاه. طالما ايه؟ فتحنا قلوبنا لبعض. انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا ما انا هعرفك على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت يا رؤى. اؤمر يا اسم مختار. ارقص يا بنت الاخوات شوية. ست لما 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 ست لما روح امراض لما لما ست لما فرفش فرفش يا فرفش يا عبد الضابط يبقى حي ابقى من ميت. ايوه في بدا يا اختي بدا. ايوه يا بدا يا بدا يا اختي يا بدا. ايه اللي جابك يا امي؟ ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواك وصل للدرجات دي. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان؟ وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. المهم بتاعتنا معانا. يا نهار اسود البضاعه البضاعه بتاعت البلاعه مختار. لا بلاعه لا بلاعه لا انزل معايا كمال الميه. كمال ده فين فين؟ انا اسمي عطره يا عم مش وقت قفشات. انزل معايا الميه. شقه عمري شقه عمري ضاع كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشة والدفاق. انا مش عايز دم شقة عمري راح. حرام عليك يا مختار جبت لنا نار يا مختار. مش وقت كلام انزل معايا يا حرام عليك شقة عمري راح جبت لنا نار. جبت لكم العار ده انت اللي جبتوا لي العار. انتوا اللي نقيتوا فيها انتوا اللي نقيتوا فيها. خرب
اديله ثانية يا بنت اديله يا ابني اديله ادش 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 خلاص يا عطية خلصت على الجهاز اللي دادي جايبهولي كله دادي؟ دادي مين ده يا بنت؟ بابي برعي برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة بقولك يا بنت صمت تام جري حالا تروح تجيبي لي الواد بتاع الدش حاضر حاضر خلاصي اهو جه اهو اهمد بقى خلاصي مساء الخير ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع اه انت بتاع الدش اسمها بتاع الدش اسمها انا المهندس فني الكترونيات طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه حاضر يا فندم مساء الخير مساء الخير لا مؤاخذه سوري انا اسف انا اسف سامحني اصلا مساء الزفت والقطران عليك انا اسف يا حاج انا اسف انت بتاع الدش ايوه يا فندم انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك ولا انا اسف ولا ايه في ايه يا فندم عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه لا تقعد شوف شغلي كده مش هضربك بايدي دي لا بلاش دي بلاش عشان دي ضربت العظماء اندرتيكر وهوجن هو في ايه انا هضربك بايه بقى اه صاعك الناموس صاعك ناموس ايه ده انا حشره هو ابوكي ماله مجنون ولا ايه اهلا جوز حضرتك ليه عملوه ده انت صباع من صوابعه هو امرني يا فندم انت شكلك مستبزني اه مستبزك ليه يا عم انا لسه انا جاي اصلح لك الدش شكلك مستبزك فين بطاقتك يا بطاقتي ليه حضرتك وانا على المحور ايه موضوع بطاقتي ده اديله البطاقه اتفضل يا حبيب بطاقه اتفضل يا فندم ما تقلقش كله هيبقى زي الفل صدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني معلش 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 بتاعتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك اصل انا اتفاجئت انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد خلي موضوع البطاقه ده بعدين سيبني اصلح لك المصلحه اوكي؟ انت اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي خليني انا اعرفني بشغلي اعرفني بشغلي ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه ده؟ ايه؟ قناه الساموراي ساموراي ايه ده انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي لا قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع والنهارده قطعت اسمع كلامي بس إيه؟ اسمع كلامي انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي ايوه العظماء السته سته ايوه العظماء سته ايه يا ابني العظماء السبعه ما الزعيم بتاعهم مات من شهر انت مش متابع شكلك مش متابع انا هدلعك سبعاوي مات ايوه هو يعرف السبعاوي سبعاوي مين ده انا بهجس معاك يا اخ واحد الله واحد السماوي مين هو قريبه يا مدام قريبه طب خلاص لو سمحتوا عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل ريموت هتلاقيه هنا ولا هنا ادور عليه انا بشتغل عندكم مش بيتكم ريموت فين يا عم ما تهدى بقى وترتنا دور على الريموت انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك اجري دور على الريموت يلا انت طبيعيه ولا هو مش انتوا شكلكم انتوا اللي ادور عليه فين دور عليه هنا حاضر انا بشتغل عندكم ودور انت كمان هنا ايه اللي حضرتك ما في ممكن تقول لو سمحت انا اقوم اصلك واخد نص الشقه فممكن يكون موجود أول. ما بقومش انا اسف انا اسف اعتمد على نفسك استنى اعتمد على نفسك لف لف يا نهار ازرق ومنير طب حضرتك طب بسيطه انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول لا ليه ليه انت مش واثق فيا بطاقتي بطاقتي معاك اهي بطاقتي معاك اهي لو مش واثق فيا انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا ده نقاش ده انت نقاش ايوه في ايه نقاش بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات ما فيهاش حاجه يا جماعه ولا ايه ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي عارف ليه ليه على... هو ايه الموضوع خير يا فندم انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات كل سنه وحضرتك طيب وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون ده انت البعيد ما عندكش دم والله الراجل ده ما عنده دم خلاص واحد الله طب اعمل ايه انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم لا انا عايز الريموت ده طب هو بتاعي انتوا اصحاب الشقه مش انا عايز الريموت ده بصي الواد ده انا شكلي فيه شكك في ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت لا تبان عليكوا عيله مجنونه وانا وقعت فيك واحد الله واحد الله تعالوا بس ما تلبس هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالوا استنى ايه؟ ولا. ايه ده من الريموت اهو يا هوب ايه يا هوب موت اهو خد يلا موت اهو اهرب اهرب وحياة امك بقى سيبك بتاعتك معايا الريموت 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 تعالي الحمد لله الحمد لله ما فيش حد شافني وانا داخل العماره انا هعمل ايه يا رب في المصيبه دي يا نهار اسود مين مين الو فين الريموت هجيبك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك وادي التليفون وادي التليفون اعمل ايه يا رب في المصيبه دي الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي يخرب بيتك مين الباشمهندس كريم النقاش ازيك يا خالد ازيك ايه ده
مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقولك ايه ما تقرفنيش، ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه انتهينا ولا قولي. لوني ولا زفت؟ قول لي لونك مخطوف كده ليه؟ يا سيدي انا مخطوف ولا حاجه، خالد ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى يا خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد، اعتنيني، بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه. هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير. هربت برضه؟ ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك، عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا مش طايق الناس كلها معاك في عماره واحده من رغيك ورزلتك. والنبي اهرب معايا، اهرب. مش ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه، ايه ده عيل الرزل ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرموز؟ عطيه. عطيه مين؟ وربنا عطيه. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي، روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه، يمكن عايزك ولا لا. مش عايز، انا مش عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد. يا كريم، سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة، ريموت. ريموت اسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه، اسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وانا صغير. الدش دوت بتاع انكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، انا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، انا بوظهول. يلا العرب ساتي الجميل، لكل العمارة فرحت لما ركب. بس خلاص بقى، انا ههرب، هم يقعدوا يتفرجوا ان شاء الله عنهم، ما اتفرجوا على حاجه. بس انا هبوظ كل الدشات، ما امشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو، كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعوا. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا، ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعولي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، عود لي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه، وبعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني، بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. اريح بقى عشان شكل الرحله هتتعبني شويه. مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسألها هو فين، لحد ما نسيت احنا بنسألها عن ايه. كده القرصان هيبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو دي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ما اعترفتش طبعا. وهتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كنت هتعترف، لكن انتوا بقالكم 3 سنين بتستجوبوها طبعا. هتقعد تقول لي بقى 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 بقى. هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديت الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اغبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان، ايه يا جدعان؟
يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بنت؟ اكلمك ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص السبيل مش بتلك الزفت. فين يا بنت الريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. بقول لك في الليفينج. فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحده. ما ايه؟ ما قالك؟ شلت البلاستر، قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود، صح؟ انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين، انتوا خايفين صح؟ معلش معلش. سكو مرقص. ما بفهمش كلام. اي ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ. ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقعد ولا اقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبستي الركاله. اسمع الله عليك يا قمر. الله يخليهم لك. على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص. ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي. انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لفتك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. جري يا بنت وانا اغتصبك. بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا بت؟ الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. ايوه مشكلين قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزية. الريموت يا فوزية بتاع ماما. لازم اجيب الريموت بتاع ماما. لازم اجيب ريموت ماما. قومي افتحي الباب. مساء الخير. انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن. خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عندي اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا. تعالي يا ولاد. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه. وادي الكليم. طب نقلب كده؟ قلبي. الله اكبر. الريموت. الريموت. الريموت بتاع امك اهو. اهو يهبل يهبل. امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خدي ده مني. خدي خد في خلقتك. خدي مني ده مني. قرف. اوعي. استنى يلا يا دنيا. يلا. خد يا قرف. انت بتخونيني يا بت؟ النبي يا اخويا عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالتلاته. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما. تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك. اتفضل. تؤمر باي حاجه تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك الشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. تعالى. هات ياض المرتب. اخلص. اه اه. ايه ياض ده؟ فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة خسارة وميت خسارة. قالوا لي ان في قطر فرم اربع شباب. قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المره دي. خير يا بابا. مساء
ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ ايه اكتب طاولة تكلم معايا بالطريقة دي تاني؟ انتوا زبالة، انتوا اكثر شيء في حياتي، جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونة وادعي ربنا وعارف ان دعوة الاب مستجابة. اقول الهي تمرض، الهي تتحوجه، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار ما كانت الهبله امك حبله فيك. الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان مسقطه. حنية الأب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش فيها ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي أخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. أنت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شوية عواطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتطفحوا تدعولي. يلا بالسم الهاري. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردوده عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه كاوتش. كاوتش؟ فاكرها سهله ال 300 جنيه؟ انا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. لا هتلبس الكاوتش تتشل فجاه في الملعب. انت بتنفخ مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب، في حاجه؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمها بابا. ايه قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا لي هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سعد عاد ان انت واد عاد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني يا واد. العيال دي شاكك فيك انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا مش كفايه، انا هطول معاك. في حاجه؟ تلات يا ابني بترفصني؟ ها؟ يا تافه، يا بغيض، يا اهبل، يا ابن العبيطه. ها ها ها. انا كان زماني موت. الله، ده انت دلوقتي خد يا خلاص يا بابا، ما تقطعش نفسك، انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. لا هتولعه وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي، تعال وراي. ما تكلم على امك بقى، كمل لما نوصل. يلا يلا يا عرر، يلا يا عجل، يلا الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكم بقى يا حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض، عايزكم اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك قد شفت ابوك بيهيس؟ يلا
يا مسايد تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك، افتكر لنا حاجة حلوة. افتكر لكم حاجة حلوة؟ استنى يا ادم ما ارجع في الاشبال. شيلوا البزازات، يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. خلاص بلا مساخ، خلاص مش عايز مساخ، بلا هابي بيرث بلا زفت، يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك، جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص محدش يدوقها. حاضر. وهات لي راكيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال لازم تبقوا ايد واحده. هات يا راكيه النار، طف النص، حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك بقول لك حط ايدك شو نسينا حبيبي بابا؟ اجري غور في داهيه. يلا عايزكم بقى توروني الشطاره، والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب حرر الفقرات، كسر الفقرات. انا بحبك اخويا، بحبك اخويا. انزل على رقبته، انزل على رقبته. اضرب يا مفيش استسلام. اخلص يا غلاب ملبس يا غلاب. بقولك اتصرعاله اتضمره، مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. ما تسامحوش. يا ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض. ب60 دقيقة هيموتوا بعض، وامهم اصلا ماتت، وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريطيه، بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح ورجه قاعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده، ماتش ايه ونيله ايه؟ يابكم كان بودي اذبحكم بايدي، بس حظكم حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم. يابكم بس خلاص، انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت، واسطوره اندرتيكت خلاص هتنكسر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان، سر بس لازم اتكلم فيه. خلاص مفيش وقت، لحسن اموت فجاه والسر اللي لا يطلع وتورثوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين المراس بتاعه تكون الفلوس خلصت. اتنايل واسكت يا هبل يا ابن الهبله، وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجه كل حاجه قدام عينيكم. يا عم سيد، تعال يا عم سيد. يلا عموكم سيد، ولا عايز كل حاجه اقولها لك. ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنوتي؟ انا ناوي ان الطريقه اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملا، مش عايز اضحك على حد. هاتوه. بصفتي ان انا محدش اتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندرتيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب
بـ80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه. هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ اه عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب عم سيد. حاضر يا استاذ. وعشرين مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ اه يا بابا اندر على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع انت كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركه ناديه دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبله. امك كانت هبله لا بتعرف تغسل ولا تكوي، وناديه دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل. يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق، شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ ظهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني نهايتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاد؟ بطيستا يا بابا. وانت يا شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك. ان اقوم ولو 1 hour واروح يا ملك الزمان واخد شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ ارجوك يا مولاي اتوسل اليك يا مولاي. كيم اوفر، انتهى الكلام يا مسرور. أؤمر. سنن سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم أبا أنت بقى سنن سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجة. How you say that؟ إزاي عبد السود زيك بيتطاول عليا؟ أيوة يا مولاي ما بتطولش، بس بقولك الصراحة يعني على الأقل حل القرشين اللي أنا باخدهم منك، ولا عايزني أبقى منافق زي الباقيين؟ أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور مسرور أنت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وأنت فاهم النسوان بتحب الشدية، شد شوية. حاضر. وعايز أطلب منك طلب بقى بصراحة. اتفضل. أبوس إيدك نام، أنت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. أهو ده اللي مش ممكن أبدا أبدا أبدا. ليه إن شاء الله؟ ولازم حدوتة قبل النوم. تعالى بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعه بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي.
انا عايز اكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي. امر. انت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فاهم. معاك سجاير؟ ولع يا مولاي. خير؟ انا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت ان انت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ امر. انت عارف انا بحبك قد ايه، عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، لانه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، توغشتني. خير يا مولاي؟ سرك كبير. انا مش سهران كل ليله عشان اسمع حواديت شعر بابط. لا ابدا، دي كلها مجرد حركات. عندك حق يا مولاي، انا ساعات بصراحه كده بلمع اوكر بسمع الحواديت، حاجه نفخ التنين بصراحه. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. امال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انطباع وفاكهه ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني يا مسرور، فانا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي؟ قلقتني بجد. انا عندي تبول لا ارادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغه العربيه، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك، ودي مشكله. افرش مش هم عاوز سريرك، محدش هيحس بحاجه. صدقني مفيش طريق للحفاضات الا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتهم شموا. ايوه، حسن ومحمود. خلصت عليهم بايدي، لانهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا اشياء فظيعه. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور، ده الرعب، ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون، يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها، تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق، انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10-15. كتير قوي. ايه ده، خزان مية يا مولاي؟ طب ايه؟ كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك، ما تقلقش، انا هاجي كل شوية بالليل اصحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده، عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تعالوا الحمام، خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش. يلا بينا. هات علبة السجاير اللي معاك والنبي. هات علبة السجاير. والولاعة. وأنا كان نفسي في فاروزة زي دي، يعني لو أهو. هديها لك. أنا مش بقول كده عشان اللي أنا سمعته ولا تكون بشتغلك ولا بستغلك، ده أنا خدامك. يلا. عايز حاجة مني؟ لا سلامتك. أروح أنا أظبط القصر أشوف لو أكون حد بيرغي ولا حاجة. بسرعة يا مسرور. أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي، من الاخر كده اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت، ما انا سهرانه. يانا. ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف، والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوت، هو انا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلين شهرباب، زوجتي، حبيبتي، عشيقتي، فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفه يا روح قلبي يا شرشوره يا اموره، بالله عليك تقولي لي ما وحشتكيشي. في ايه يا مولانا؟ في ذكر قاعد معاك، وايه الجو ده؟ مش لذيذه يعني؟ وفي طاووس، في 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 دوشه حواليك. واحده واحده. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو انا قلت حاجه وحشه؟ انا بسالها سؤال بريء. ما وحشتكيشي. ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كملها. حلو. ولان كان بيطير، كان بيساعد الفقير،
كان بيجيب لقرايبه العيش. بقولك يا مولانا ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد. في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انسى جربهم اسمع كلامي يا راجل. اسمع كلامي الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقولك ايه؟ ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار بس. زودوا السبيرتو يا جماعة. انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوة دي. تهدي بس ايه دي الراجل قاعد بتتجننتي ولا ايه؟ يعني أي حركة عشان الموضوع لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه؟ اسمع الكلام. إنما حلمس يداها وأشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك إيديها. مش عايزين كلام فاضي وقلة أدب. لو تكرمت أنا برضو راجل وبفهم في الأصول. اتفضلي خلصينا. خلصينا احكي له الحدوته. الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والاوان كان في إنسان غير أي إنسان كان اسمه واحد اجهد اجهد قوي. بس احنا ما تعرفناش اسمك الجميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه. اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقولك يا شاديه يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره. كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه يعني عادي ان انت تبقي مش علقه على سقف عماره كده. انا مالي انا مش عايز احراج. انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما مش حاجه. ما بعملش ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحبي سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه اخدكم واطير بيكم كلكم. هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا. بقول لك ايه معاك سيجاره؟ سيجارة ايه يا بنتي المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده؟ انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة ميني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها. مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده. لازم تحس بأهمية الموقف. بقول لك ايه انت لوك 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 كده على الفاضي. زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضه؟ وايه لوك لوك واللغة دي؟ انت خريجة ايه؟ دبلوم والنبي. حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه نريح شويه ونتعرف على بعض وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء مش بتحب مش متجوز ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقول لك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ حب طبعا طبعا. انا حكايتي غريبه قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ست عادي. ابويا الله يرحمه مات وساب لي اربع بنات في رقبتي اخواتي وكنت في ثالثه اعدادي. اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت ثلاثه وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنه ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. لازم اجري على اخواتي امال اسيبهم يتنقلوا في الشوارع. بس فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان الناس سوبرمان راح سوبرمان جه وكل الناس دي يعني كل ده اوانطه. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي. أنا باختصار حياتي عبارة عن جرافيك في الجرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو أقعد على الخشب شغل المروحة عشان أعمل هوا كده. أنت كده طاير أعمل كده. أنت كده طاير على ظهرك أعمل كده وبترزق. الحمد لله ماشي. لكن أنا مش حقيقي يعني. أنا آسف إن أنا بصدمك فهماني. والأطفال الصغيرين صعبانين علي بس الموضوع كله جرافيك. يعني شايف المناظر اللي ورانا دي كلها كل ده مش حقيقي. مفيش حاجة حقيقي طبعا طبعا. ولا أنا ببص على حاجة ولا الكلام ده. بس هو الحمد لله ماشية ماشية. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني أنا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي أحب أرتبط بمين؟ يعني أرتبط بمين؟ أنا راجل طول النهار طاير في حتة. عرفت واحدة قبل كده شهرين فجأة طرت نسيت الولادة دي كانت فين عشان أرجع لها.
مدهوش سواح، هعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه، صدقيني انا راضيه يا ستي. والله انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود، يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك، فاهمه؟ هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، بان عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقونيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسمع ليا. اسمع ليا؟ عند خالتي. اوديك عند خالتك وانا تاكس ابيض؟ انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانه. مجننه؟ تبان عليك انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه، عزمك على حاجه كده بسيطه هنا عشان تبقى ذكرى من شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت، الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه، وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شادي، انا بتخني، ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى، يلا مره ثانيه. معناها ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمعني لي خمس دقائق كده. ايه موضوع اسمع لي ده يا بنت؟ وانا بجو، يلا جاهزه؟ يلا على تحت، واحد اثنين ثلاثه. علي يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتي. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رور الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب ايدي يا هاني. ولا انت حكومه؟ قال حكومه ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومه ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه، لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر، من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه، ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع، ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه، انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي حياتنا الخاصه؟ لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي، انا حبيتك ان انت مش شريفه وماشيه شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه؟ خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها، حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انتي عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب، بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني ونيجي نسال على الخساب تقولي لي استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز السوسكه نجيب كناني يبقى معانا في البيت، يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكه. زوجتك نفسي زغروته يا كناني. كفايه يا كناني.
كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير هي واحده وخلاص خواجه مرسي يا كناني باين عليه غلس قوي كناني هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا شكله رخم قوي انا فرحان قوي يا سوسكا خلاص فعلا فعلا اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله الكريمه يلا يا ماما هنتاخر عيب اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق بلا نيله مستعجل على ايه دي جوازتي الندامه جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه ميرسي قوي ميرسي يا شيخ ايه ده يقول له اليوم نحس من اوله فين النحس يا ماما اليوم زي الفل مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس ارجوكي بقى ماما كده كتير ما تزعلنيش اتفضلي حضرتك اتفضلي ايه طقطقه يا رب ده الازاز بيكسر يا نهار اسود ايه ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما في ازازه شقتنا اللي بيتكسر ايوه صح لا انا هطلع اموت في الشقه فوق ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك وبعدين ليه الموت والكلام ده ماما تفقلي بقى اتفضلي حضرتك اتفضلي انت اللي موترانه ومعصبانه اليوم ماشي زي الفل اتفضلي مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه اتفضلي انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي ده فرح ابنك يا نهار اسود منيل نسيت مفاتيح العربيه نبي ما طلعت بسرعه جري كده هاتيها وتعالي وانا اطلع اجيبها ليه انا معايا نسخه تانية تسلم ايدك تسلم مدى. ايدك تسلم ايدك يا ماما مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك اقعدي كده وانفخي اقعدي اقعدي صدقها ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتوع بتوع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل انا قلت لك انا كنت قدامك انا شفت النهار انا شفت النهار انت في الطريق ده بطل طيب طيب انت اللي بطلت يا لهوي اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب كرموز يا هانم كرموز يا امي ارقى مكان في اسكندريه لا تقول يا ابو قير بقى ولا العصفره كرموز بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما يلا بقى ما قتلتهاش والله العظيم ما قتلتها والله ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها عبال ساك عبال الحمد لله يا جماعه مستنيينك فوق مبروك يا عريس الله يخليك اتشكر قوي مين دي امي والله ما قتلتها يا عم يلا ما قتلتهاش مين جاي يا عبد العال؟ ده اخو السوسكا اللي انا هخطبها الصغير ظريف قوي يا دي المصيبه مصيبه ايه يا امي ده بيروش مع الظباط اصحابه يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف ما تقلقيش حسبي الله ونعم الوكيل ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى انا مش جايبك حتى اي كلام لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم هتنبهروا اتفضلي مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما هم فرحانين بيكي هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور يا مصيبتي وده مات لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت احنا داخلين على نسب يشرف اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله اتفضلي يا امي يا ميت مرحب يا ميت مرحب خطوة عزيزه يا ام الغالي يا اهلا يا اهلا بالعريس نورنا اشكرك منورانا يا ابله الله يخليك نورنا. الله يخليك اعرفك يا ماما الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا منوره يا حبيبتي ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي لان كرامك اخر كرم يا سوسكا سوسكا العروسه العروسه العواف يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك الله يعافيك يا ست البنات يا دي عمال والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك جبت لي ايه جبت لي فلوس هديكي كل حاجه تحت امرك انا جبت لك معايا عارفه ايه بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها والله كل الكرم يا ابو نصب كل الكرم بقول لك ايه يا حصبه الله تسيب لي حته انا والعيال انا عارفاك تفس جريه وليه العلبه دي وقعت ايدي انا الاول وحياه امي لغوصك يا حصبه الله بالثلاثه ما حد هيلمسها غيرك يا بنتي تعالي اوعى كده عايز اسيب حته يا صاحبي ايه يا جماعه صلوا على النبي ششش بس بدل ما يموتونا احنا ملك يا حاجه مسروق عليه
خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وبصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه في النهايه. احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم، تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جدا بالموجود؟ هنروح بعيد. الا يا حاجه، الا حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما، ده وقتي مامتي. مامتي تتحرق، جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما، لا لا، مبروك يا روح. الله يبارك فيك حبيبي، مبروك. الله يخليك. في زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا، زغروطه للحلقه يا حبيبي. حلقه عجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما، بالراحه على ودنها، بس بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحيده كتبتي خاتم، ما بتخافيش يا ماما. الف مبروك يا روح، الف مبروك. ها وبعدين كمل على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر، يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعامل لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما، يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل، ما تزعقنيش بقى. انت هتعيطيني، هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي، يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. بس خلاص يا ماما، خلاص خلاص. ماما انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن الله يراجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل إيه؟ ما ترعبنيش بقى. جثة، ده لبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيلة دي وحشة، ما تخافيش. لا لا، دي ناس، دي ناس أطهر ناس. بس إحنا هو في حاجة إحنا مش فاهمينها. إيه ده؟ عفريت عفريت. إيه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن أخت العروسة. أنت عارفة الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس بقول لك قلبي هيقف، بتنادي. انتي ماشية ورا ميت اسود البلدي ده يا ماما. انت بتخلي شوية، ده حسن ده لامسني. لا تعالى حبيبي، ده لامسني. بس تعالى اخوي، انا خايف عليك يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله، شكلهم خايفين على عيالهم. تتحسب مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعدة ساكتة وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك، كملي رعشتك. انا خايفه. اصحى يا باروخ، باروخ اصحى. انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. صباح اللي زي الزفت ده، يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش؟ ايه ده، البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى. ده القبطان، القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي، دي تجيب الفقر. طب قولي صباح الخير يا ماما. يا ماما، هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام، كل الام يا امي. كل الام. حاسب حاسب، تعبان تعبان. ايوه ايه اللي تعبك؟ بس بتقولي قولي وانا اريحك. فروه شعر الخشنه يا امي،
كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي 3 ساخ. مزين وتلاتة ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما بتكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص، اجيب لك منين انا 3 ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوك يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس، طلعي بقى. انا غلطانه، انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مشحططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه. ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا ان في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني؟ هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه، ما تقلقيش. بس انت طلعي شويه فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخبتك يا ام باروخ، يخبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وسيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركه فيه، وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبليش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حقي ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حقك. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسره شافوا لي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه، تحفه، ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد، قريبه جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه كتير. ارض الميعاد؟ لا ماليش دعوه. مش تيجي معانا ارض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق. تقعدي يعني انت عامله الهيصه دي وراكبه مركب ومش شحتاته ومش هتيجي ارض الميعاد يا بخيله عشان بخلك؟ براحتك براحتك، انا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلب اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي ورا ابني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم، وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفوا بوعده يا باروخ؟ عداك العيب يا ضيا ليشع. بوكرتوف يا باروخ. بوكرتوف؟ تشربوا حاجه؟ تسلم يا ابو الكرم، انا سارق من امي 3 ساخ. ها؟ طب اقول لكم ايه؟ انا معايا كنزايه سايبها عشان لو امي جات لها كومه السكر الحقها بيها، تشربوها؟ هنشربها. يا سيدي مش عاوزين مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجه مهمه يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعه، انا موافق اعمل معاكم اي حاجه، بس على شرط بعد القعده دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، انا هرجع بصراحه. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيليه؟ بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطة، دم هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات. وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت؟ لا انا عايز ارمي نفسي في المخابرات. تعالى هنا يا باروخ. اصل المفاجأة، المفاجأة. انت بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له دول بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريحني. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتاكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين. دوله اسرائيل. طب ما تسيبوني ارمي نفسي فيها. ايه يا عم يا ابني؟ انت بتقولي كلام ليه؟ اتكلم عادي. ده البت دي مخابرات، البت دي مخابرات. انا هرمي.
لا 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 مش دلوقتي، مش هرمي نفسي اما اتاكد منها. اما خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات يعني. انتوا فاجئتوني، في حد تاني ولا انتوا اخر ناس ولا ايه الموضوع؟ اوامرك ادون ليشا. يا نهار اسود، دمي بقت عمي. دي مش الماما يا بارو. امال دي مين؟ المستاذ الاسرائيلي بيني وبينك. خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ I am Brigadier Shimon Sharon Netanyahu, قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش أنا آسف، يعني حضرتك راجل دكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدماً في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك، نغرسك في مصر. إحنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ! سوري أنا نسيت مكان البحر، هو بقى في... أنا مش مظبوط، أنا حاسس إن أنا بحلم. حاضر يا فندم، أنا جندي مجند تحت أمر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ سميغ الإسكندراني. مين سميغ الإسكندراني ده؟ المطرب يا بارو. يا نهار اسوح، سميغ الإسكندراني بتاع يا شو قامت داري داري الدموع داري، هو ده؟ أيوة، سمير الإسكندراني داري العيون داري، عميل المخابرات المصرية. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. منتج له ده ايه يا بارو؟ بنقولك راجل مهم في المخابرات المصرية من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح فين؟ لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 لا، بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده؟ هو ده بروخ بخبيخه. انت بطل. تحت امرك، تحت امرك يا ماما، قصدي يا ست الباشا. انا اسف. احنا ما بنهزرش يا بروخ. ولا انا بس من حق اتلخبط، من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا بارو. يلا يا بطل. حاضر، اسرائيل محتاجاك واسرائيلك وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ اتفضل. وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر.
تولع لي؟ مين؟ ماما؟ الباشا عم المخابرات الإسرائيلية؟ وطي صوتك. حاضر ودينا ارتاحي. أنا أصلا بحب حضرتك، أنت قدوتي، أنت قدوتي في الموساد الإسرائيلي. بس شد حيلك، إحنا وراك. أنا ليه الشرف يا فندم سعادتك تكون ورايا، وإن شاء الله شرف سعادتك في المخابرات الإسرائيلية. أوكي أوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جاتك نيلة هتودينا في داهية. توت توت، العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وسرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش. تات تات، العميل تات تات، العميل يتكلم. اول امبارح التلفزيون المصري زاع نشر 9 3 مرات وما جابوش سيرة اسرائيل في ولا واحدة، وانا شايف ان ده تمويه بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم، وبعد كده ياكلوكوا علقه موت. شفتوا دقه المعلومات للعميل بتاعكم؟ بتدفعوا 40 شكل في الشهر، فكوها شويه. تات هوف هوف سيخ، هوف هوف سيخ، العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتبلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتبلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه، ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه نزهق. هو ايه اللي توت وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقة، اعمل ايه تاني؟ دقة ايه؟ ماشي ورا الست التخينة وتقول لي دقة؟ ما انا لازم امشي وراها، طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينة. ايوه وانا المناديل الورقية. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه يا باروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقرير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هما ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف.
خلاص عملية باروخ انتهت. باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفنجل. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضرة الضابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصرية. العقيد يوسف شعبان، الرائد نادية الجندي. والمطلوب تتفضل معانا على البوكس. على فكرة يا حضرة الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكوا، بس هتدوني كام؟ هندي لك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حضرتك. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه.